طبعا السنة دي كان صعب عليكي، مش بس عشان بتصوري مسلسلين، ولكن كمان عشان والدتك وإلى ذلك دخلت المستشفى. طمنينا عليها. هي احسن دلوقتي الحمد لله. لسه قدامها شويه بس اما تتعافى، لان السنه هنرجع مستشفى تاني، عندنا عمليه كبيره هنعملها، لان احنا عاملين حاجه اسمها تحويل مسار خارجي، فلازم يتقفل بعدين، عشان احنا المرحله بتاعت الكانسر كانت في المرحله التانيه، وشايلين 90% من القولون، فالموضوع كان كبير شويه بالنسبه لي. يعني اكتشفت الموضوع ده من امتى؟ يعني اول مره كان الرياكشن بتاعك ايه لما عرفتي؟ لا احنا ما نعرفش والله، هي ماما متعوده كل فتره بتروح ننقل دم، ولكن اكتشفوا ان المره دي في كانسر مرحله تانية، وبعتنا حللنا العينه، وكان لازم باسرع ما يمكن انها تتعمل العمليه بسرعه، خصوصا دكاتره كانوا قلقانين جدا لان هي في سنا كبيره قوي، فقعدوا طبعا قلقوني زياده، انا قعدوا قالوا حضري نفسك لاي حاجه، فكنت نفسيا حقيقي تعبانه في ظروف انا كمان بصور فيها، فوانا لوحدي كمان، انا يعني ما كانش معايا حد، فاحساس كان صعب قوي بالنسبه لي.